بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه السورة الكريمة، سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. وهذه السورة الكريمة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، فهي من السور المكية، إلا بعض آيات اختلف فيها أهل العلم. والسور المكية يكثر فيها الحديث عن توحيد الله عز وجل، وعن أسمائه وعن صفاته، وعن أحوال المؤمنين وعن أحوال المشركين، وعن قصص الرسل ونحو ذلك مما يثبت العقائد في قلوب المؤمنين. ولهذا بدأت هذه السورة للتأكيد على أن هذا الكتاب الذي فيه هذه المسائل العظيمة هو تنزيل من الله العزيز الحكيم. تنزيل من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب، الكتاب هو القرآن، فهذا الكتاب تنزيل من الله العزيز الحكيم، فهو عزيز لا يغالب، وهو حكيم في كل شيء، حكيم في شرعه وفي أمره، فهو حكيم. وإذا علم الإنسان أن هذا الكتاب منزل من الله، وأنه كلام الله عز وجل، ورزقه الله الإيمان، فإنه يهتم بهذا الكتاب اهتماما عظيما، لأنه كلام الله إليه، ويثق فيما جاء فيه ثقة تامة، لأنه من العزيز الحكيم، فلا أحكم منه ولا أعز منه. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فالله عز وجل هو الذي نزل الكتاب، وهذا فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، لأن التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل، ففيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، فإن هذا الكلام الذي هو كتاب الله عز وجل نزل به جبريل الأمين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو نزل من علو. وهذا الكتاب نزله الله عز وجل لتقرير الحق في كل قضية وفي كل مسألة، فإنه نزل لتقرير الحق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وأعظم حق أن تخلص لله العبادة،
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين بمعنى أنك، والدين هو الدينون لله سبحانه وتعالى، فلا تتدين إلا لله عز وجل، ولا تطيع في دينك إلا الله سبحانه وتعالى، وما جاء من عند الله على لسان رسله، فاعبد الله مخلصا له الدين. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، والمراد بالروح الأمين هو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقوله هنا تنزيل الكتاب من الله العزيز أي المنيع الجناب، والمراد بالمنيع الجناب أنه لا يغلب، فإن منيع الجناب هو الذي لا يغلب، والله عز وجل لا يغالبه أحد لكمال عظمته وكمال قوته وكمال قدرته. الحكيم أي في أقواله وفي أفعاله وشرعه وقدره، في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، فإن قدر الله عز وجل في هذا الكون كله لحكمة، حتى ما يراه الإنسان مضر عليه فله حكمة عند الله عز وجل، فإنه قد يكون مضر لفرد لكنه حكمة لمجموع كبير. فتقدير الله عز وجل وأحكام الله عز وجل كلها حكمة، لا شك في ذلك، كلها حكمة. والإنسان الذي يتضرر من شيء من قدر الله عز وجل فإن هذا بالنسبة له هو، وإلا فإن أصل هذا الأمر هو حكمة من الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، أي فاعبد الله وحده لا شريك له وادعوا الخلق إلى ذلك. والمراد ادعوا الخلق يعني المكلفين، ادعوا الخلق يعني اللي يفهمون الدعوة، فإن الخلق الآخرين لا يدعون، وإنما يدعى أهل التكليف من الإنس والجن. وادعوا الخلق إلى ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده، وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد، وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده، وأنه ليس له شريك يعني شريك في أي شيء، يعني شريك على إطلاقها، فليس له شريك في أقواله، وليس له شريك في أفعاله، وليس له شريك في أسمائه، وليس له شريك في صفاته، وليس له شريك في استحقاقه للعبادة، فهو الواحد من كل وجه، يعني هو واحد منفرد، منفرد بأسمائه، منفرد بصفاته، منفرد بأفعاله، منفرد باستحقاقه للعبادة، والدينونة له، منفرد بأن الدين له. ولهذا قال: واعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده، وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد. وهذه العبارات يعني لا أحد يعدله ولا ند له. ولهذا قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه أو ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له. الدين الخالص تقول هذا لبن خالص يعني مصفى
ليس فيه كدرة وليس فيه شيء، فكذلك العمل لما تصفيه لله عز وجل فأنت لا تنوي به غير الله عز وجل، لا تتوجه به لغير الله سبحانه وتعالى، لا تلاحظ فيه أحدا غير الله عز وجل. فهذا هو الدين الخالص الذي يكون لله سبحانه وتعالى. فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، ولا يقبل العمل المخلوط الذي تريد به الله وتريد به غيره، وإنما لا يقبل العمل إلا أن يكون خالصا. وهذا أعظم شرط في قبول العبادة، فإن قبول العبادة تقوم على ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يفعلها العبد مخلصا لله سبحانه وتعالى في فعلها، لا يلتفت إلى غير الله عز وجل، وإنما يفعل هذه العبادة لله وحده. الشرط الثاني أن تكون هذه العبادة مأخوذة من الشريعة، لأنه لا يتعبد لله إلا بما شرع، والشريعة إما أن تكون من القرآن أو من السنة، لأن السنة وحي من الله عز وجل، ولأن الله أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شريعة إلا في القرآن أو في السنة. فهذا الشرط الثاني، أن تكون هذه العبادة مشروعة، ومعنى مشروعة إن متلقاه إما من القرآن أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أن لا ينقضها، لأن الإنسان قد يأتي بعبادات كلها يفعلها بإخلاص، ويأتي بعبادة واحدة يكون فيها شرك فتفسد عليه بقية العبادة، فكأنه ما عبد الله عز وجل، لأن هذه النواقض مثل نواقض الوضوء، فإنك قد تنقض الوضوء بناقض واحد، تغسل وجهك ويديك وتكمل فروض الوضوء ثم بناقض واحد تنقضها. فكذلك صاحب العبادة قد يخلص فيها وتكون مشروعة، لكن في بعض العبادات يقع في ناقض فيفسد عليه بقية العبادة. ولهذا يشترط أن لا يقع في شيء من المكفرات المفسدة للعبادة. هذه ثلاثة شروط لصحة العبادة لله تبارك وتعالى. قال قتادة في قوله: ألا لله الدين الخالص؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، هل الدين كله شهادة أن لا إله إلا الله؟ هل الدين كله شهادة أن لا إله إلا الله؟ وهذا القول مروي أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح. فكيف قال قتادة الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله؟ الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله، يعني ما دلت عليه لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله دلت على أن التأله لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فقصرت العبادة على الله سبحانه وتعالى، فصار الدين الخالص معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم أخبر تعالى عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهذا الموضوع كررناه أكثر من مرة. فأهل الشرك يعرفون الله، ولهذا يصرحون باسمه ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، وما يسمون أحدا من معبوداتهم الله، وإنهم يعرفون الله، ولهذا يعبدون لله. تجد في أسماء المشركين من اسمه عبد الله، وأحيانا يعبدون للطواغيت ويقولون عبد منات عبد ونحو ذلك، لكنهم يعرفون الله، هذا قطعا بنص القرآن أنهم يعرفون الله. والذين يعبدونهم من دون الله عز وجل هم يريدون منهم أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل لكي يقربوهم زلفى إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه عبادتهم لهدف محدد، وهو التقريب، أن يقربوهم إلى الله عز وجل.
أي يريدون منهم الشفاعة والوساطة عند الله عز وجل، لكنهم يتوجهون لهم بالعبادة، يتوجهون لهؤلاء بالعبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. فهنا موطن الشرك، أنهم توجهوا بالعبادة وإن كان الهدف الذي أرادوه محددا. وأما العبد الذي يتوجه إلى الله عز وجل فإنه يريد أوسع مما يريدون، يريد غفران الذنوب، يريد تفريج الكروب، يريد الجنة، يريد أن ينجيه من النار، يريد الرزق، يريد أشياء كثيرة. فالعبادة لله، يريد العبد من الله كل شيء لأنه محتاج إلى كل شيء، فهو في حاجة وفي فقر لله سبحانه وتعالى. هؤلاء يريدون هدف، لأنهم يعلمون أن الأمور بيد الله عز وجل، ويريدون هدفاً محدد، وهذا الهدف هو التوسط. لكن هذا التوسط ما يحتاج إلى عبادة، وهذا التوسط لم يشرع للناس. ونحن قلنا العبادة لابد أن تكون مشروعة، وهذا لم يشرع للناس أن يتوسطوا بهذه الطريقة التي يفعلها أهل الشرك، حيث يتوسطون بالأموات ومن يظنون فيه الصلاح وهو ميت أو غائب عنهم. ولهذا قال إنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم. وهل رأوا الملائكة؟ يتخيلون، طبعا هم يتخيلون فيصورون عليهم، وأحيانا يصورون على صورة رجل صالح أو نحو ذلك. إنما يحملهم على عبادتهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم، فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة، ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم. يعني هم يبون النصر والرزق من الله، وهذه مجرد شفعاء، وما ينوبهم من أمور الدنيا. فأما المعاد فكانوا جاحدين له، كافرين به. يعني فيما يتعلق بالبعث فإنهم كانوا يجحدونه وينكرونه، لكن في صلاح دنياهم من الرزق والنصر فإنهم يعلمون أنه من الله، لكن يظنون أن هؤلاء الذين يتقربون لهم يساعدونهم على النصر والرزق. قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا ويقربون عنده منزلة. وقول قتادة قال أخرجه الطبري بسند صحيح، وقول السدي أيضا أخرجه الطبري بسند صحيح، وقول مالك عن زيد بسنده صحيح. فهذا تفسير السلف ماذا يريد المشركون من معبوداتهم التي يعبدونها. قال إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا ويقربون عنده منزلة. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قال ابن كثير وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه. إيش يقصد بقديم الدهر؟ يعني من زمن نوح، ففي تشابه في عبادة قوم نوح وعبادة المشركين في كل العصور. وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه، وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردها. يعني هذه الشبهة مردودة غير مقبولة، لأنه لا دليل عليهم، والنهي عنها والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة لا شريك له، وأن هذا شيء
يعني هذا التقرب والتشفع اخترعه المشركون من عند أنفسهم، لم يأذن الله فيه ولا رضي به، بل أبغضه ونهى عنه. ولهذا قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول يأتي لقومه ويأمرهم أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، والطاغوت يشمل كل صور الشرك، كل صور الشرك داخلة في مسمى الطاغوت، لأن الطاغوت هو ما صرفك عن عبادة الله عز وجل. فالصور الشركية جميعا داخلة في معنى الطاغوت، لأن الأنبياء يحذرونهم من الطاغوت، فلو كان فيه شيء من الصور الشركية لا يدخل تحت مسمى الطاغوت فمعنى ذلك أنهم سكتوا عن صور شركية ما حذروهم منها. فدل على أن الطاغوت هو ما صرفك عن عبادة الله عز وجل، فهذا كله داخل في مسمى الطاغوت. ولما نجد أن بعض المفسرين يفسرون الطاغوت بأنه الشيطان أو الكاهن أو الساحر أو الحاكم بغير ما أنزل الله أو نحو ذلك، فهذا التفسير من باب ضرب المثال، يعني أن هذا الشيء من الصور التي تدخل تحت مسمى الطاغوت. فإنك لو سألت إنسان عن الطعام وقال لك الرز، وسألت الثاني وقال لك القمح، فهو يضرب لك مثال ولم يرد أن يحصي جميع الأطعمة، وإنما أراد أن يضرب لك مثالا. ولذلك هذه التفاسير بين السلف لا يسمى اختلاف بين السلف في تفسيرها، وإنما بعض من الناس يطلق عليه اختلاف تنوع، يعني اختلاف تنوع في العبارة، فهم يفسرون بضرب المثال، وإلا فإن الصور الشركية جميعا داخلة في معنى الطاغوت، لأن الأنبياء هكذا حذروا أقوامهم عن الطاغوت، فدل على أنهم ما تركوا صورة من صور الشرك إلا ونصحوا لقومهم وحذروهم منها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فدل على أن كل من صرف عبادة لغير الله يكون قد اتخذه إلها، لأنه لما قصر العبادة على الله عز وجل وأن هذا الإله الحق، فمعنى ذلك كل من صرف له عبادة من العبادات فإن هذا اتخذه إلها، فمن صرف النذر لغير الله فقد اتخذه إلها، من صرف الذبح لغير الله فقد اتخذه إلها، من دعا غير الله عز وجل لجلب نفع أو دفع ضر أو نحو ذلك فقد اتخذه إلها، لأن هذه الآية حاصرة لا يخرج عنها شيء. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر أن الملائكة التي في السماوات من الملائكة المقربين وغيرهم، يعني سواء كانوا في السماوات أو في الأرض، لأن أحيانا بعض الملائكة ينزلون للأرض الذين يحضرون مجالس الذكر، أن الملائكة التي في السماوات من الملائكة المقربين، يعني مثل حملة العرش وجبريل ونحو ذلك وغيرهم، كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى، وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه، فلا تضربوا لله الأمثال تعالى الله عن ذلك. وهذه أيضا هي من الحجج التي يحتج بها أهل الشرك،
فإنهم يقيسون الله على الملوك ويقيسون الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين، يقيسونهم عند على الأمراء عند الملوك، فيقولون كما نتوسط عند الملوك بأمرائهم ووزرائهم فإننا نتوسط عند الله بالصالحين المحبوبين إليه. هذا والله عز وجل لا يقاس بالبشر، فهذه شبهة شيطانية لا أصل لها أبداً، وهو قياس باطل، وهو معارض لقول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، فإن الله ليس كمثله شيء، فكيف يشبهونه بالملوك؟ فإن الملوك بشر لا يحيطون بحاجات الناس ويحتاجون إلى من ينبههم ونحو ذلك، فهذا القياس من أبطل القياس وهو فاسد الاعتبار لأنه معارض بالنصوص، فكل قياس تعارضه النصوص الشرعية فهو فاسد الاعتبار لا اعتبار له. وقوله إن الله يحكم بينهم يوم أي يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون، أي سيفصل بين الخلائق يوم معادهم ويجزي كل عامل بعمله، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. هم في الدنيا يقولون مثلا نحن نعبد الملائكة، فالله عز وجل يوم القيامة يسأل الملائكة يقول هؤلاء الذين وقعوا في الشرك هل كانوا يعبدونكم؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يقولون يعني يتبرؤون من عبادتهم، الملائكة يوم القيامة تتبرأ من عبادتهم ويجعلون ويعترفون بولاية الله لهم وأنهم ليسوا أولياء لهؤلاء، فأنت ولي ومعبود وهؤلاء لا نعترف لا بهم ولا بعبادتهم، وإنما كانوا يعبدون الجن، فالذي يتلاعب بهم هما الشياطين من الجن، هي التي كانت تتلاعب بهم وتظهر لهم على أنها ملائكة وهي تكذب عليهم فهم ليسوا ملائكة. وكم كذبت الجن على أناس على أنهم من الملائكة وهم يكذبون ليسوا ملائكة، والملائكة لا تكذب، الملائكة لا تكذب، وهؤلاء الذين قالوا لهم إنهم ملائكة هم في الحقيقة من الجن، والملائكة لا تأمر بخلاف الشريعة، الملائكة لا تأمر بخلاف الشريعة، فكل من أمرك وزعم أنه من الملائكة وأمرك بشيء يخالف الشريعة فلا تلتفت له البتة، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، فاعرف أنه شيطان، إذا أمرك بما يخالف الشريعة فاعرف أنه شيطان، وهذا أمر يعرفه الفقهاء في الدين. ولهذا القصة التي حصلت مع عبد القادر الجيلاني، وعبد القادر الجيلاني هو عالم من علماء الحنابلة، وكثير من الناس الآن يعظمون عبد القادر الجيلاني، وهو يعظمونه أكثر من تعظيم الإمام أحمد الذي هو تابع لمذهبه، الذي هو يعتبر من مقلدة الإمام أحمد في مذهبه، فهم يعظمونه أكثر، ولهذا تجد عندهم الطريقة القادرية نسبة إلى عبد القادر الجيلاني، وليس عندهم طريقة منسوبة إلى الإمام أحمد ولا طريقة منسوبة إلى الإمام الشافعي، مما يدل على أنهم يعني قد انحرفوا وأخذوا كلام مكذوب على عبد القادر، أو يكون عبد القادر عنده لخبطة، وإن كان أكثر أهل العلم يقول أنه يعني كذب عليه، وهو قطعا كذب عليه في أشياء كثيرة لأن لا يمكن أن يقولها، فأما الكذب عليه فهو كثير جدا.
عبد القادر الجيلاني له كتاب مشهور الآن اسمه الغنية، وفيه كلام طيب، فما ينسب له من الأوراد والطرق ونحو ذلك الشركيات فهذا كلام باطل. واسمعوا إلى هذه القصة التي رويت عنه، وهو أنه كان يتعبد إلى الله ويتهجد في آخر الليل، فتشكل له الشيطان بحيلة شيطانية وجاء إليه في صورة كوكبة كبيرة من الأنوار وناداه: يا عبد القادر الجيلاني. قال: نعم. قال: أنا ربك. قال: أنا ربك. قال له: أنت ربي الذي لا إله إلا هو. قال: وأسقطت عنك الصلاة، لا تصلي بعد الأيام ذي، خلاص مسموح لك بالصلاة. فقال له: كذبت يا عدو الله، أنت لا رب ولا ملك، كذبت يا عدو الله. جعله عدو. قال: وكيف عرفت أني ماني ربك؟ كيف عرفت أني عدو الله؟ قال: لأنك تقول أسقطت عنك الصلاة مكافأة على عبادتي وطاعتي، وأنا مهما فعلت لن أكون يعني أكثر طاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدمه، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في البرد وفي الحر وما سقطت عنه الصلاة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، تجي تسقطها عني أنا؟ فقال له الشيطان: نجوت مني بفقهك، يعني الذي نجاك مني هو الفقه، وقد أضللت أكثر من 60 عابدا بهذه الحكاية. معنى ذلك أنها طريقة له متخذها مع الجهلة، يأتي إليهم ويناديهم ويقول: أنا الله، ثم يسقط عنهم الصلاة. ولهذا وجد عند كثير من ترجم له من الذين يعتبرونهم أولياء وهم بالحقيقة زنادقة، أنهم يقولون: ما كان يصلي مع الجماعة، ما كان يصلي، والناس لا يدرون السبب، ولا كان يمتنع عن المحرمات، والناس لا يدرون عن السبب. والسبب هو هذا، إن الشيطان تلاعب به وقال: مسموح لك تفعل ما تشاء من المحرمات، ومسموح لك ما تصلي. ولهذا قال: نجوت مني بفقهك، فدل على أن الذي يعصم الإنسان من الوقوع في الشرك وفي الفتن وفي البدع هو التفقه في دين الله عز وجل. وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين. لكنني أحذر من هذه الطرق، الذي قال الطريقة القادرية والطريقة الشاذلية والطريقة النقشبندية والطريقة الرفاعية ونحو ذلك، فدين الله عز وجل ليس في هذه الطرق، هذه الطرق كلها مبتدعة. وإن دين الله عز وجل الذي تلقاه المسلمون عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي طريقة واحدة، هي الاعتماد على الكتاب والسنة، ما في هذه الطرق بهذا الشكل. ولهذا القرون الثلاثة الأولى المفضلة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ما كانت عندهم هذه الطرق، ما هي معروفة هذه الطرق الآن المنتشرة في كثير من بلدان المسلمين. تجد الطريقة القادرية، الطريقة النقشبندية، الطريقة الرفاعية، الطريقة العزمية، وهكذا طرق، ولهم برنامج في الأذكار والأوراد والعبادات. من أين أتيتم بها؟ الذكر الذي شرع للمسلمين هو واحد، والأدلة عليه لابد أن تكون صحيحة من الكتاب والسنة، من أين أتيتم بها؟ الأدهى من هذا أن بعضها فيها تعبد لغير الله، بعضها فيها استغاثة بصاحب الطريق والشكوى عليه إذا مرض أو نحو ذلك، من الأكاذيب التي لا تخفى عليكم. ومن رجع إلى هذه الطرق وما فيها من كتب، فإن ما فيها من أوراد، فإنه يرى الصور الشركية التي لعب الشيطان بكثير من أبناء المسلمين حتى اعتنق هذه الطرق، وأنه لا يصلح الأمة إلا ما أصلح أولها، والذي أصلح أولها هو الاقتصار على الكتاب والسنة.
ولهذا انظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. حصرها في اثنين: كتاب الله وسنتي. فهذه عصمة من الضلال، العصمة من الضلال في الكتاب والسنة. فأين هذه الطرق من الكتاب والسنة؟ أين هذه؟ وهل المسلمون ما عرفوا الهدى قبل هذه الطرق؟ فهي كلها باطل وضلال ودجل، ولا ينبغي للمسلم أن يلتفت إليها البتة. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله تعالى وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه. ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى، لأن المشركون كانوا يظنون أن الملائكة بنات الله، وإذا كانوا بنات فمعنى ذلك أن له زوجة، وأنه جاء بهؤلاء البنات من الزوجة. وهذا كله ضلال في معرفة الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يتخذ ولد سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى الزوجة، لأنه غني سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى الولد ولا يحتاج إلى الزوجة. ولهذا قال: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي لكان الأمر على خلاف ما يزعمون. وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه، بل هو محال، وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه، كما قال: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. كل هذا من باب الشرط، ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم، يعني هذا ما يمكن أصلاً أن يحصل لله سبحانه وتعالى لكماله وغناه. ولأن الإنسان الآن يرغب في الأولاد لماذا؟ لحاجته. هو لماذا يرغب في الأولاد والزوجة؟ لحاجته. والله عز وجل ليس له حاجة للخلق، لو الخلق كلهم ذهبوا فلا ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى، ولو أفناهم جميعا فلا ينقص من ملكه شيء، ولا ينقص من أسمائه وصفاته شيء، ولا من عزته شيء. ولهذا لو كان الخلق على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملك الله شيء، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى، فكيف ينسب له الولد وينسب له الزوجة ونحو ذلك. وأما اليهود فإن المشركين شابهوا اليهود، فإن اليهود كانوا يقولون العزير ابن الله، والنصارى كانوا يقولون إن عيسى ابن الله. وأما كونهم لأنهم لا يعرفون لعيسى ولد فهذه ليس بحجة، فإن آدم خلقه الله عز وجل من غير أب ومن غير أم، وهذا لا يدل على أنهم ينسبونه إلى الله عز وجل. فليس خلق عيسى بأعجب من خلق آدم من غير أب ولا أم. وقوله تعالى سبحانه يعني تنزه عن كذب الكاذبين وعن افتراء المفترين وعن هذا الشرك الذي ينسبونه لله سبحانه وتعالى. سبحانه هو الله الواحد القهار، أي تنزه وتقدس أن يكون له ولد، فإنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي كل شيء عبد لديه فقير إليه، وهو الغني عما سواه الذي قد قهر الأشياء فدانت وذلت وخضعت تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ولما يقال عن الله أنه الواحد، بعض من الناس يظن أن المراد الواحد في ذاته فقط،
يظن أنه الواحد في ذاته، لا، هو الواحد في ذاته وفي أسمائه، واحد يعني منفرد، ما يشبه أحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي استحقاقه للعبادة ولهذا بعض من الناس الذي لا يفهم هذا الفهم أنه الواحد في استحقاقه للعبادة يظن أن من قال إن الله متفرد بأسمائه وصفاته أنه قد جاء بالتوحيد، وهو قد ترك جزء من التوحيد لم يأتي به، وهو أن يعلم أن الله مستحق، هو الواحد الذي يستحق أن يعبد، وما سواه فإنه لا يعبد، ويتوجه له بالعبادة، ليس مجرد اعتقاد أنه الواحد، ليس مجرد أن يعتقد أنه يستحق العبادة، لا، ويتوجه بالعبادة، وهو عابد قطعاً، لأنه ما من إنسان إلا وهو يعبد، لأنه هكذا عبد الإنسان، ما من إنسان إلا ويعبد، ما من إنسان إلا وله حاجة، لأنه مبني على النقص، فكل إنسان فيه خوف، فيه رغبة، فيه رهبة، فهو إما أن يكون عابد لله أو عابد لغيره قطعاً، ما يمكن أن ينفك عن العبودية، فالتوجه بالعبودية هذه الله الواحد، يعني بمعنى أنه لا يتوجه إلا له بهذه العبودية التي جبل عليها الإنسان. نعم. ثم قال سبحانه: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. شوفوا الحجج العظيمة، الحجج العظيمة التي ذكرها بأن من فعل هذا هو الذي يعبد، اللي ما يفعل هذا ما يستحق العبادة. فالذي لا يخلق السماوات لا يستحق العبادة، فالله خلق السماوات وخلق الأرض ويكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وهذا خلقه لمصلحة وهذا خلقه لمصلحة، وهذا ينقص من هذا وهذا ينقص من هذا، وسخر الشمس والقمر، فالشمس مناسبة للنهار والقمر مناسب لليل، وفوائدها كل إنسان يدركها ومصلحتها للخلق، كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، يعني خلق الناس من آدم، ومن آدم جعل منها يعني حواء، فإن مخلوق من ضلع أعوج، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وهي المذكورة في سورة الأنعام، من الإبل والبقر إلى غير ذلك، كل الأنعام التي تذبح ويأكلها المسلمون ويقدمونها في الهدي والأضحية ونحو ذلك، هذه الأنعام أزواج، أصناف ذكر وأنثى، وفيها تتوالد، وهذه نعمة من الله عز وجل. ويخلق الخليقة في بطون، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، والظلمات الثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، ظلمات ثلاث، ظلمة البطن ثم داخل البطن الرحم ثم داخل الرحم كيس يكون مغلف للجنين يسمونه المشيمة، فهذه ظلمات ثلاث، وهذا أمر الآن الناس يشاهدونه، والآن في الطب الحديث في تصوير الجنين يرون هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل. نعم.
هذا الذي دبر هذا الكون وخلق هذا الكون بهذه الكيفية ذلكم الله ربكم، هذا هو الرب وهو الذي يملك، له الملك لا إله إلا هو. هذا يعني جاء بعد هذه كلها أنه لا ينبغي أن تتأله لغيره ولا تتوجه بالعبادة لغيره، ولا يستحق العبادة إلا من كان فيه هذه الصفات، وهذه الصفات لا توجد إلا في الله عز وجل. فليس أحد يخلق السماوات ولا الأرض ولا القمر ولا الشمس ولا يكور الليل على النهار، ما فيه، ولا يخلق الأجنة في الأرحام، ما فيه، ولا يخلق الأنعام، ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك العبادة لا تصلح إلا من هذا حاله، وهذا لا يتوفر لا في الملائكة ولا في الأنبياء ولا في غيرهم. لا إله، فأنى تصرفون، يعني كيف ما الذي يصرفكم عن الحقائق الظاهرة والبراهين وتتوجهون بالعبادة لغير الله عز وجل. ثم قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. يعني أن الله عز وجل أمرنا بالعبادة لمصلحة أنفسنا، لأن الإنسان مخلوق لا يصلحه إلا العبادة، لا يصلح أحواله إلا أن يكون عابد لله عز وجل. فإذا عبد الله عز وجل صلح ظاهرا وباطنا وصلح المجتمع الذي فيه هؤلاء الصلحاء، فإن عبد غير الله عز وجل فسد ظاهرا وباطنا وفسد المجتمع الذي هو فيه. وقارنوا الآن، اقرأوا ما تعرفون مثلا عن مجتمع الخلفاء الراشدين وانظروا في أحوال المجتمعات الآن التي لا تعبد الله عز وجل، انظروا كيف حال هؤلاء وكيف حال هؤلاء، انظروا يعني حتى مواقفهم، ترى من المواقف الشيء الذي لا يرد بالخيال، ترد الذي لا يرد بالخيال. السبب أن عندهم انتكاس في الفطرة وفي الفهم وفي الأهواء، فهم يعني تجد منهم عجبا. أقرب مثال على ذلك الحالة الموجودة المعاصرة الآن في الذين من المسلمين الآن في حلب، كيف يقتل الأطفال ويدك العزل بالطائرات فوق بعضهم، وهم تجدهم في مكان آخر قريب يقاتلون أشخاص آخرين ويقولون نريد أن ننقذ الأطفال. طيب الأطفال هنا، ما هم مثل الأطفال هنا؟ ما الفرق بين الأطفال مثلا في الموصل أو أطفال اليزيديين وأطفال السوريين؟ إيش الفرق؟ يعني أنت كيف إذا كان الحامل هو إنقاذ أطفال من القتل، فما الذي يجعلك هنا تقتلهم وهنا تنقذهم؟ فهي يعني العجيب أنه أنك تجد يعني أنه كأنه من الحنان والعطف عليه على الإنسانية، وهو العبث الذي يظهر لكل ذي عينين. السبب البعد عن عبادة الله عز وجل، البعد عن عبادة الله عز وجل. الإجرام الذي يقع فيه هؤلاء أهل الإشراك لا يجعلهم يلتفتون لهذه القضايا، فهو يريد هدف لكن يضع دونه أشياء، يعني يحتال إلى تحقيق مآربه ولا يفكر في عذاب الله عز وجل، بل لا يؤمن بالله عز وجل. فهذه الشيوعية الحمراء متى هي أصلا تذكر الله عز وجل أو تعرف الله سبحانه وتعالى؟ فيدلك على أنه لا يصلح البشرية إلا عبادة الله عز وجل.
المجتمع الذي يعبد الله عز وجل ويتقي الله عز وجل فهو المجتمع الذي يكون فيه استقامة وهدى وصلاح إلى غير ذلك. والذين يظنون أنهم سوف يصلحون المجتمعات بغير الكتاب والسنة فهم أضل من الحمير، أضل من الحمير. إذا ظن أنه يصلح مجتمع بغير الكتاب والسنة، إما يأتي بنظم مستوردة أو ديمقراطية أو نحو ذلك ويظن أنه سوف يصلح المجتمع، مو هذه كل المجتمعات تدعي الديمقراطية وتقول وتدعو صباح مساء للديمقراطية، فهل الديمقراطية أصلحتهم؟ من ظن أنه ممكن أن يكون عند أن يكون فيه إصلاح من غير الكتاب والسنة فهو أجهل من حمار أهله. لا يمكن أن يكون الإصلاح منفك عن الكتاب والسنة. ولما والعدل لا يكون إلا بالشرع، يعني العدل قد يكون فيه كافر عنده عدل، عدل في الأمور الظاهرة التي يعرفها، ففي أمور ظاهرة يعرفها كل الناس، في أمور ظاهرة يعرفها كل الناس، وفيه أمور أخرى لا بد العدل فيها ما قرره الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا سبب التخبط، سبب التخبط في تعريفهم للعدل. ما هو العدل؟ ما هو العدل أصلا؟ العدل ما وافق الشريعة، وما خالف الشريعة فهو ظلم، وضع الشيء في غير موضعه فهذا ليس بعدل. وهذه العبادة هي من مصلحتنا نحن، العبادة من مصلحة البشرية. ولهذا قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. لا يظن أحد أنه متفضل على الله عز وجل إذا عبد الله، بل هو يعبد لمصلحة نفسه، ولا يرضى لعباده الكفر. فإن الله لا يحب لنا أن نكفر، لأن الله يحب لنا الصلاح ويحب لنا الخير، فهو لا يرضى. وهذا الذي يقع في البشرية بغير رضاه، نعم بغير رضاه لكن بمشيئته. لا بد أن تفرقوا بين أمرين، ما يقع في الكون ولا ذرة إلا بمشيئة الله، لكن منها ما يرضاه الله ومنها ما لا يرضاه، منها ما يرضاه الله ومنها ما لا يرضاه. الذي يرضاه الله عز وجل هو ما وافق الكتاب والسنة، والذي لا يرضاه الله عز وجل هو ما نهى عنه، لكن من حكمة الخلق أنه يقع، ومن حكمة الخلق أنه جعل في هذا الكون شرور، وجعل فيه ظلمة، وجعل فيه نكبات ونحو ذلك. هذه من حكمة الله عز وجل، وهذه بمشيئته، لكن بمشيئته الكونية القدرية. وأما محبته ورضاه فهو لا يحب ولا يرضى الكفر، ولا يريده لنا سبحانه وتعالى، يعني لا يريده لنا إرادة محبة، وإنما إرادة كونية يحصل فيها. وليس هناك أحد يستطيع أن يحدث في كون الله ما لا يريده الله عز وجل، لكن أن يحدث ما لا يرضى فنعم، فإن الله لا يرضى الكفر ولا يرضى السحر ولا يرضى النفاق، وهذا كله يحدث في الكون. فلا بد أن نفرق ولا تلتبس المسائل على بعض الناس. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، يعني إذا شكرت الله عز وجل فهذا الذي يرضاه الله عز وجل، وتشكر الله على ما أولاك من النعم. ومن أعظم هذه النعم أنك تعرف ربك وأنك تتوجه له بالعبادة، هذه أعظم نعمة، أن الله سبحانه وتعالى أنقذك من الشرك وعرفك بالإسلام وأدخلك في الإسلام، فهذه أعظم نعمة، لأن هذا يترتب عليها الحياة الأبدية في الآخرة، فهذه أعظم نعمة. ومن شكر هذه النعمة أن تفرح بطاعة الله وأن تستمر على طاعة الله، وهذا الذي يرضاه الله عز وجل لك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا من عدل الله عز وجل أنه لا يحمل شخص ذنب شخص آخر، لا يحمل شخص، الابن لا يحمله ذنب الأب، والأب لا يحمله ذنب الابن، كل إنسان
كل نفس بما كسبت رهينة، وهذا من عدل الله عز وجل، وليس كحال الظلمة الذين يأخذون الشخص بجريرة غيره، يعني أحيانا يأخذون القبيلة كلها لخطأ فرد، وبعضهم يحاربون دولة لخطأ فرد ونحو ذلك. لكن الميزان العدل أن كل إنسان هو يتحمل جريرة نفسه. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور، وهذا ما يختص الله به، ذات الصدور الذي ما تتلفظ به لكنه يجول في صدرك والقلب في الصدر، وهذه الأفكار والخواطر التي تأتيك هي تجول في صدرك، والله هو الذي يعلم بذات الصدور وأنت ما تتكلم وإنما يجول في صدرك، والله عز وجل هو الذي يعلم هذه، وليس أحد يعلم ما يجول في صدرك إلا من أعلمه الله عز وجل، إلا من أعلمه الله عز وجل من الأنبياء الذين يوحى إليهم، فإنه يكشف لهم أحياناً بعض أمور الغيب، لكن جميع صدور الناس فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يدعو الإنسان إلى الخوف، بمعنى أنك لا يمكن أن تخفي عن الله شيء، يعني أي شيء يجول في صدرك فأنت تفقد خواطرك، ما يجول في صدرك تفكر خواطرك، فإنك مكشوف أمام الله سبحانه وتعالى كل ما يجول في خطرك، فيجعلك تخاف أن يدور في صدرك شيء غير مناسب. وإذا جاءك شيء من الوسوسة فعليك أن تدفعها فورا، فإن الله عز وجل لا يؤاخذك إلا بما عملت أو تكلمت، لكن لو استمريت مع خاطر سيء فهذا لا يجوز لك، يعني عليك أن تراجع خواطرك وتدفعها عن نفسك، تعالج هذه الخواطر الشيطانية، فإن هذه أحيانا تأتي من إلقاء الشيطان، فإن من حكمة التكليف أن الله سبحانه وتعالى مكن الشيطان من الوسوسة للإنسان، اذكر كذا اذكر كذا، فأنت تدفع عنك هذه الخواطر الشيطانية. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.